قلب تويتش مع قلب جيك المركز الثالث تفال وسارة زان في المركز الخامس سنة سابع بيرن في المركز أو سنة في المركز السادس بيرن في المركز السابع هايفن ثامن داكوستا في الكيه ثم تيربي ما وكونوي في المركز الثالث عشر ريجراسي وبوامي نقطة قد لم يرموا على السباق ولكن بوامي تمكن من تصوير أسرع بعد الإطلاق وهذا هو أدى التأكيد 155 نقطة لصالح سيباستيان بوامي بفارق النقطتين فقط عن لوكاس ديغراسي في المركز الثاني نيكولا فروس في المركز الثالث فارق 615 نقطة فقط وباقي الدرجة السائقين وباقي النقاط على الشاشة أمامنا الآن مشاهدينا الكرام بانتظار طبعا صعود السائقين على منصة التتويج والأنظر إلى فوز رينو قدام في البطولة العالمية المستمعين فرق في فيديو داية عن شاكتر أودي أودي سكواد دي إس فيرجن ريسينج مركز الثالث ودراجن ريسينج مركز الرابع فارق ثلاث نقاط فقط عن بعضهم الباقي